مع حضراتكم الأستاذ الدكتور شريف علوان، أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بكلية الطب جامعة عين شمس. يسعدني إن أنا أقدم المحاضرة دي اللي هي بتساعدنا على إن إحنا إزاي نقدم عملنا. يبقى عندنا عمل جميل، عمل علمي، ورقة بحثية أو بروجكت بالنسبة لطلبة الأندرجراديوت، وعايزين نقدمه. هي اسمها How to Present Your Work. بداية، لو انت عايز تقدم حاجة تخلي الناس اللي بتسمعها تنام، دي حاجة في منتهى السهولة. How to let your audience have a nap. حضرتك حط كلام كتير في المحاضرة او في السلايدز بتاعتك، او اقرأ من شاشة قدامك كلام ورا بعض ورا بعض وعمال تقرأه وهم بيقروا، او ما تحطش صور، او كلمهم كلمة من الشرق وكلمة من الغرب with lack of structure، أو design mistakes زي ما هنشوف بعد كده. دي بتخلي الـ audience يفقد الانترست، وبالتالي ما يتحصلش على المعلومات اللي انت عايز توصلها له. وبناء على كده، ايه بقى الكلاسيك mistakes اللي بتخلي الـ audience ينام؟ excessive bullets، كتير قوي 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 ورا بعض. excessive fly-ins، البرامج الجديدة بتساعد على انه الانيميشن حاجات كتير جايه مره من فوق ومره من تحت ومره بلينكينج ومره فايرينج والحاجات دي، او الانوينج ساوند ايفكتس. مثلا هنا احمر على اسود سيئه جدا، مش بس تنيم ده تنفر كمان، يعني ريجكتنج. او اصفر على ابيض صعوبه شديده في انه يقراها، او كمية أنيميشن دي جاية من هنا ودي فتحت ودي نورت ودي جت من فوق ودي نطت وخضرة وحمرة وزرقة وصفرة، يعني في الآخر ألعاب لونا بارك لذيذة، إنما مش دي اللي هنبني عليها تعليم أو تعلم. في قاعدة قصيرة خالص اسمها The Rule of Six. The Rule of Six بتقول لك ثلاث حاجات: 6 lines per slide, 6 words per line, 6 seconds to tackle the slide. يعني ما تحطش اكتر من 6 سطور، ما تحطش اكتر من 6 كلمات في كل سطر، ما تاخدش اكتر من 6 ثواني عشان السلايد دي تستوعبها. الحقيقه انا لما باجي اعمل برزنتيشن ممكن يبقى عندي good reasons ان انا اتكلم او bad reasons ان انا اتكلم. يعني ممكن يكون عندي حافز ان انا اكلم حضراتكم، زي مثلا to show everyone how smart I am، او to tell everything that I know about this topic، او اديكم كل التكنيكال ديتيلز بتاع التكنيك معين. لو عايز اعرفك كل حاجة او اوريك مدى معرفتي ومدى شطارتي ومدى ذكائي، انا في هذه الحالة هوصل لنتائج معاكسة تماما. إنما what are the good reasons to have a talk? To give you an outline of the whole idea. أو to stimulate you to read in this article. لو حطيت في بالي النقطتين دول، تأكدوا إنكم هتستطيعوا التعلم من اللي أنا بقوله بسهولة. أنا هكررهم تاني: to give you an outline of the whole subject and whole idea. وto stimulate you to read more. The use of color schemes لازم يكون easy to read وcontrasting. ما يبقاش بقى أصفر على كحلي ولا أسود على كحلي ولا أحمر على أخضر ولا الكلام دوت. Use animation but in an optimum fashion. The data are convincing. يعني لما أقول لك 2 زائد 2 يساوي 4، مش زي ما أقول لك لو الأوضة كان فيها 2 مرضى وبعدين جم 2 مرضى وبعدين جينا عديناهم لقيناهم 4. I am describing. لكن لما بديك data على طول، عدد كذا، أرقام كذا، statistics كذا، دي بتخلي الأمور تبقى more appealing. Images are stimulating. أما أقول لك the eye is small، زي ما أقول لك the anthropocere diameter of the eye is 23 millimeters، طبعا لا. الصور دي عرفت النوعين، عرفت النوعين بتتحرك. نظارة بنتكلم على تحسين النظر أو protection of the eye، brain، skull،
ربنا سبحانه وتعالى خلق مخنا لنصين، النص الايسر بيتعامل، انا بتكلم على السريبرال هيمسفير، النص الايسر علم داتا فاكتس اناليسز، والجزء الايمن عواطف ميوزك ايموشن مود. الجزء الايسر علم الماثيماتكس والجزء الايمن علم الجرافيكس، الاثنين كان جيف يو جود كوميونيكيشن، يعني لازم اديك داتا ولازم اديك جرافيكس. جراب ذا اتنشن اوف ذا اودينس باي ستوري، قصه لطيفه تحكيها في النص، كوتيشن فروم سام وان، كويستشن تساله وتتم الاجابه عليه، مفيش مانع نكته او هزار خفيف. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا.